مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبه كتير سهله وبسيطه، وجبه فطور او عشاء لجوعه اخر الليل. كتير كتير رائعه وسهله كمان. حطينا حوالي 3 معالق طعام زيت زيتون، منحط خبزه بهذا الشكل، كمان بحط بيضتين، بحرك شوي البيض على الخبزة، ضيف فلايفلي بندورة بقدونس، منحركن شوي، برش رشة ملح خفيفة، فلفل أسود، بقلب الخبزة على الجهة الثانية بهذا الشكل، واو شكل الخبز محمر على الزيت عاطي كتير لون حلو ورائع. بخفف شوي الغاز، برش جبنة على الوجه، دابت عنا الجبنة صارت بهيدا الشكل وصارت عنا الوجبة جاهزة للتقديم. هيدا الشكل النهائي للوجبة اللي عملتها أنا وياكم، شكل كتير رائع، وجبة كتير كتير طيبة. البيض أخد عنا كتير لون خفيف وحلو، وهيدا الشكل اللي طلع عنا. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.